الجسر الذي أشرفت على تنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية وتقوم بتشغيله الشركة الوطنية العبارات سيخدم الصيادين وأبناء النيابة في نقل السيارات والبضائع والمعدات من وإلى نيابة ليما، كما سيساهم في تقوية التواصل والترابط الاجتماعي بالإضافة إلى إنعاش وتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالنيابة. بداية نبارك لأبناء النيابة تدشين جسر نقل البضائع والمركبات، والذي يعتبر هو نقطة وصل بين النيابة والولايات الأخرى في المحافظة. حقيقة طول الجسر، إذا تكلمنا عن تفاصيل الجسر، يبلغ طول 28 متر وبعمق 3 متر وبتكلفة إجمالية تقريبا إلى 600 ألف ريال. حقيقة الجسر يخدم شريحة المجتمع ككل يعني في النيابة. يوسف الشحي أحد أبناء نيابة ليما، يعمل في إحدى الدوائر الحكومية في ولاية دبا، كان يعاني من عدم قدرته على نقل مركبته الخاصة معه لتسهيل تنقلاته، بينما وجد المواطن محمد الشحي ضالته في تمكنه من نقل البضائع إلى نيابة ليما لممارسة أعماله التجارية بشكل ميسر. وقد شكل تدشين هذا الجسر العامل المشترك بين جميع شرائح المجتمع في ليما، خاصة مع العلم بأن هذا الميناء يعتبر المنفذ الوحيد لأبناء النيابة والقادمين إليها من الزوار والسياح، وحلقة وصل بين نيابة ليما وولايتي خصب ودبا، كما سيسهم هذا الجسر في ازدياد الحركة السياحية لما تزخر به نيابة ليما من مقومات سياحية طبيعية متنوعة. خدمة توفرت بعد ما كنا نعاني الكثير في النقل البحري، نقل السيارات، نقل المؤن والأغراض، بضائع حتى. الآن تيسرت، يقدر واحد يركب سيارته وأغراضه فيها، ينزلها في البيت في أي وقت يستطيع ينقل السيارة. أما في السابق كان من الصعب جدا تحصل ما تستطيع تنقل فيه أغراضك، تنقل فيه سيارتك. الجسر سيشكل إضافة تنموية في العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، فهو سيعزز التجارة البينية بين نيابة ليما وبقية ولايات محافظة مسندم، إلى جانب ربطها مع ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة. بهذا الفرح استقبل أهالي نيابة ليما تدشين جسر تحميل وإنزال المركبات في ميناء الصيد في هذه النيابة، والذي سيسهل كثيرا من عملية تنقل أهالي هذه النيابة من وإلى نيابتهم. من نيابة ليما ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي.